لستر قال مدفع جاي وانا بروح بجندا انا كان كيس صحاني وقلبي بروباغندا ما شاء الله عايز اتعلم يحصل في الزمان ده واضح كده الملموسه وافتح الاجنده هم يقولون دعهم يقولون فباح الكلاب لا يهزوا العاقلون دون انا جاي بس اوسع وانبه على التعليم بس اسفه ادوى ابلص عن عدنا عبدين رشيد مستني ايه من مدرسه ما فيهاش حس الدين والناصب نايم على المكتب عامل مشروع كتير يا صباح البركه والمصالح المشتركه يلا بينا نتجوز على فلوس الطلبه وبدايه الجاهليه ايه دروس وخصوصيه ادفع مش شرط تفلح ذاكر تجيب مجموع ولو تغش تنجح وهو ده الموضوع وهو ده الموضوع هو ده التعليم عايز اسبرين ولا لسه يا ابو مختي تأثير البيئة بيولي الجوة ربانا والطبع بيفضل متغلب ويبقى انفصانا يظلك في الوضع الحالي فورا التفسير يتحدد وضعك ومكانك بعد التأثير ماشي والسكة معقربة والعيشة دك الدربة اتواجدت في الحياة عشان اخد التجربة مكاني في الحياة يمكن اقل من البسيط مستني فرصة للبديل وده كان مش اكيد كان نفسي يبقى عندي عيلة وبيت لكن حجمية ظروفي بتضيع نسيت ما بقيتش عارف غلطتي من حقي ده ولا افتريت جوايا خوف من الظروف واقف في نقف الصفوف وحلمي فين ما بقيتش اشوف السمكة والحوت والضعيف بيموت والضعم في السنارة والصياد موجود عمل الليلة ولم الغلة وصبنا بنغرى الدار تيجي تسرح في حقك سرقك موت يا حمار من لعبة الكبار حق الدار على المطار والتبقى العشوائية بتزيدوا بنيار قالوا علينا منطقة همج وبلطجية نستحق الإهانة والمعاملة العدوانية قلت أروح في النوم عشان أودع الهموم وصحيت متأخر ساعة والساعة بخصم يوم وجريت بسرعة الميكروباص الغلبانين يا رب فك الزحمة قمت لابس في الكمين عم بس ظابط الأمين وغمس بعين الاتنين زفت الزادي سعادتك يا منور الكمين عبدت عربية فخامة وبتهدي على الشمال عم الباشا اللي سرقنا بعد ما لم الأموال ربع الكارنيه قال له اتفضل عد يا بيه والله ولاد حلال وعجب باشا باشا يا باشا يا باشا باشا عايز امشي يا باشا يا باشا 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 خلاص ابعته يجيب لنا اكل يا ابني ومشيه ريميكس باي ديزل ميوزيك كويس.